طيب نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نبتدي مع بعض المراجعة بتاعتنا يا شباب. طبعا احنا عندنا في يونت 7 عندنا حاجة مهمة جدا، ألا وهو الايه؟ المبني للمجهول. تمام، present and past simple passive with and without by. هنتكلم على المبني للمجهول، واعتقد كلكم خلصتوا هذا الدرس، بنراجع عليه النهاردة ان شاء الله، وهنحل عليه من خلال أسئلة الامتحانات وأسئلة كتاب الورك بوك. تمام كده، والستيونس بوك، يعني معانا كتاب المعاصر سواء المعاصر مراجعة أو كتاب المعاصر شرح، هنحل منه إن شاء الله ونراجع. وطبعا أنا كاتب لحضراتكم فوق كده في الشاشة، هتلاقي معانا دلوقتي كتاب المراجعة بتاع المعاصر ذا ويك إز إناف. تمام كده يا شباب، ده صفحة 25. تمام كده، نقول بسم الله. عندنا يا شباب طبعا الباست سيمبل والبريزنت سيمبل، دي ازمنه معروفه سواء بقى ماضي بسيط او مضارع بسيط. هنبتدي مع بعض ان شاء الله ناخد اول جزئيه، وهو البريزنت سيمبل باسيف، المبني للمجهول في زمن المضارع البسيط. طبعا يا شباب القاعده العامه بتاعه المبني للمجهول هي ببتدي بالمفعول، وبعد كده بحط فيرب تو بي سواء ام او از او ار، وبعد كده تصريف ثالث للفعل. تمام كده يا شباب، يبقى احنا عندنا مفعول verb to be تصريف ثالث للفعل. احفظ معايا، مفعول verb to be تصريف ثالث للفعل. اهو انا بقول بقى وسيادتك بقى نايم، بقى لسه نايم، عايزين نصحصح مع بعض يا شباب. مفعول verb to be تصريف ثالث للفعل. تمام كده، حد يقول لي يا مستر يعني انا اخد الـ verb to be سواء am او is او are بالمزاج يعني؟ اجي اقول لك لا، مفيش حاجة اسمها بالمزاج. انا باخد الـ am والـ is والـ are على حسب ايه يا شباب؟ على حسب المفعول بتاعي. تمام كده، يعني لو المفعول بتاعي كان I هاخد am، لو المفعول مفرد هاخد is، لو المفعول بتاعي جمع هاخد are، وبعد كده تصريف ثالث للفعل. يبقى القاعدة العامة مفعول verb to be تصريف ثالث للفعل. كمان مرة، مفعول verb to be تصريف ثالث للفعل. طيب يا شباب دي القاعدة بتاعتنا الجميلة اللي مفترض كلنا نكون حافظينها. طب تعالى نبص على الأمثلة اللي قدام حضرتك، وياريت يا شباب تقولوا لو الصورة مش واضحة تقولوا. تمام كده، يعني 10 ثواني كده، وياريت نقول لو في مشاكل ولا في أي حاجة. تمام، الدنيا واضحة. تمام يا شباب، طيب مع بعض كده نبص على الأمثلة اللي احنا قلنا عليها ونطبق عليها القاعدة بتاعتنا. لو بصيت كده هتلاقي warm wet areas are called a rain forest، يعني عايز اقول ايه؟ المناطق اللي هي فيها بلل او رطوبة ودافئة are called، يعني تسمى a rain forest، اللي هي طبعا زي ما انت عارف رين فورست اللي هي الغابات او الغابة الممطرة. يبقى لو لاحظت كده ده يا شباب بنسميه المفعول، وبعد كده ده الفيرب تو بي. حد يقول لي يا مستر انا حطيت ار ليه؟ اجي اقول لك هنا عشان قبل منها areas جمع. تمام كده، وادي التصريف الثالث للفعل. مثال كمان، these habitats are found at the top and the bottom of earth. يعني ايه؟ يعني these habitats، هذه البيئات، are found، توجد، خلي بالك هنا بقى are found at the top، توجد فين؟ في طبعا the top يعني قمة، و bottom اسفل الكرة الارضية. تمام كده يا شباب، طيب لو بصيت كده هتلاقي برضو هنا جمع، ولذلك جه بعد منها are وتصريف ثالث للفعل. طيب جبل إلبا isn't visited by many tourists، هنا طبعا المفعول بتاعي مفرد، وبعد كده عندك verb to be وتصريف ثالث للفعل. حد يقول لي يا مستر بس هنا الجملة منفية، ايه المشكلة يعني؟ منفي او مثبت مش هتفرق، اهم حاجة verb to be وتصريف ثالث للفعل. تمام يا شباب، طب هنا بيقول لك بقى ممكن احط باي، عادي حط باي ما تحطش باي، اهم حاجة انت بتبتدي بالمفعول verb to be تصريف ثالث للفعل. حابب بقى تحط باي وبعديها الفاعل الاساسي مفيش مشكلة. يعني اجي اقول لك ايجيبت از فيزيتد، ايجيبت مصر تزار بواسطه مور ذان 14 مليون تورستس افري يير، يعني مصر تزار بواسطه اكتر من 14 مليون سائح كل عام. لو بصيت ايجيبت مفرد بعد منها فيرب تو بي از وتصريف ثالث للفعل، وبعد كده باي والفاعل الحقيقي، وهكذا يا شباب. ذا ناشونال بارك is surrounded by grasslands، نفس الحكاية مفرد verb to be
تصريف تالت للفعل وباي والفاعل الأساسي. The goals are scored by محمد صلاح. لو بصيت برضو جمع verb to be are عشان قبليها جمع، تمام كده يا شباب، وبعد كده تصريف تالت للفعل وبعد كده باي والفاعل الحقيقي. لو لاحظت يا شباب ان هذه الجمل كلها ايه؟ كلها مضارع بسيط، تمام؟ يبقى القاعدة الاولى بتقول ايه؟ مفعول verb to be تصريف تالت للفعل، تمام يا شباب؟ في مشاكل في البث ولا حاجة؟ الصوت مش واضح يا ترى، الصورة مش واضحة، يا ريت نقول. وما ننساش يا شباب الاشتراك في القناة واللايك وتفعيل كده الجرس عشان ان شاء الله يجي لك كل جديد. ربنا يوفقك يا رب ان شاء الله وكل واحد ينول اللي يتمناه، تمام يا شباب. تعالوا بقى نكمل بقية القواعد بتاعتنا الجميلة. القاعدة التانية يا شباب هي طبعا الباست سيمبل، الماضي البسيط لما يكون مبني للمجهول. نفس القاعدة اللي فاتت، مفعول وverb to be وتصريف تالت للفعل، ولكن يا شباب هنا الverb to be بتاعي هيكون ايه؟ هيكون ماضي بسيط، اللي هو الماضي البسيط يا was يا were. طبعا was اذا كان المفعول مفرد، were لو كان المفعول جمع، تمام يا شباب. يبقى نفس القاعدة اللي فاتت، مفعول وبعد كده verb to be وبعد كده تصريف تالت للفعل، تمام يا شباب. طيب قال لك this house او this house، هذا المنزل. this house was built in 1996، يعني هذا المنزل بني سنة 1996. لو بصيت كده هتلاقي المنزل مفرد وبعد كده verb to be was، ليه؟ لان قبل منها مفرد، يبقى was built تصريف تالت للفعل لان الكلام جايب سنة قديمة او الجملة فيها سنة قديمة. The pyramids were built thousands of years ago. الاهرامات were built يعني بنيت thousands of years ago، منذ الاف السنين. كذلك برضو كلمة pyramids جمع فحطيت بعد منها ايه؟ were. عرفت where ليه بقى يا باشا؟ عشان قبليها ها؟ قبليها ايه؟ كلمة جمع، برافو عليك. وبقى كده تصريف تالت للفعل. بعدها برضو 14% of the rainforests were lost because of deforestation. يعني هنا بيقول لك 14% من الغابات الممطرة فقدت بسبب ايه؟ ازالة الغابات، تمام كده. يبقى عندنا هنا خلي بالك ان دي جمع، عشان كده خدت ايه؟ خدت where، وادي التصريف التالت للفعل. عرفت بقى يا باشا ده كان زمن الايه؟ الماضي البسيط لما تكون الجملة مبنية للمجهول. يبقى احنا كده خدنا قاعدتين مهمين جدا، مفعول verb to be تصريف تالت للفعل، الverb to be بيبقى am و is و are لو الجملة ها لو الجملة ايه؟ قول معايا، لو الجملة present يعني مضارع، تمام. ولو الجملة في الماضي باخد طبعا verb to be في الماضي اللي هو was او were، تمام يا شباب. كده احنا مع بعض، الناس بقى مصحصحة ولا نايمة ولا ايه الاخبار؟ اهم حاجة سيادتك يعني تبعت بقى الرابط ده لحبايبك وعشان يلحقوا معانا البث المباشر، تمام يا شباب. بالتوفيق يا رب لينا وللناس كلها. عايزين بقى يا شباب نحل مع بعض. طيب تعالى بقى نخش على الجزء الثاني بتاع الحل. يلا بسم الله. بص يا شباب هنحل سوا، انا مش هحل لوحدي بقى، عايزك تحل معايا كده. معاك بقى ورقه وقلم، حل. عايز تحل في التعليقات، حل. عايز تحل في المحادثه المباشره، حل. اهم حاجه سيادتك تحل بقى عشان نخلص من قواعد هذه الوحده، وحده جميله ولذيذه. بص يا شباب، نمبر 1، the lake is filled with the bright blue water. لو بصيت كده في هذه الجملة وانا عايزك قبل ما تحل لازم تسأل نفسك تلات اسئلة. يا مستر هو انا حل سؤال ولا هسأل نفسي تلات اسئلة؟ يا عم بس ركز معايا واحدة واحدة. انت عشان تحل المبني للمجهول في الامتحان، تمام كده، عايز تحل هذا الزمن المبني للمجهول، يبقى لازم تسأل نفسك تلات اسئلة. أول حاجة تسأل نفسك، هي جملة معلوم ولا مجهول؟ يعني الجملة مبنية للمعلوم ولا مبنية للمجهول؟
ده أول سؤال. السؤال الثاني تسأل نفسك، هي الجملة مضارع ولا ماضي؟ تمام كده، لأن المضارع يبقى مفعول verb to be في المضارع اللي هو am أو is أو are وتصريف ثالث للفعل، ولو الجملة ماضي مفعول was where وبعد كده was أو where وبعد كده تصريف ثالث للفعل. وبعد كده تسأل نفسك هي جملة مفرد ولا جمع عشان تقدر تحط الفيرب تو بيه المظبوط. يبقى سيادتك بتسأل نفسك ثلاث أسئلة، أول حاجة هي الجملة معلوم ولا مجهول؟ دي أول حاجة دي كتبتهم لك أهو، معلوم ولا مجهول؟ ده أول سؤال. السؤال الثاني، هل الجملة مضارع ولا ماضي؟ ده برضو سؤال مهم جدا. السؤال الثالث يا بطل تسأل نفسك بقى، الجملة يا ترى مفرد ولا جمع؟ يبقى سيادتك لازم تسأل نفسك الثلاث أسئلة دول، هتلاقي السؤال اتحل لوحده إن شاء الله، وفي نفس الوقت يعني حلته بمنتهى السهولة ومتأكد أنت من الإجابة بتاعتك. طب تعال نطبق على أول سؤال. أول حاجة لما أبص للجملة ديت يا شباب، لما أبص للجملة ديت هلاقي هنا إيه؟ هلاقي هنا the lake is filled with the bright blue water. the lake ده المفعول. حلو كده، انا هسأل نفسي الاول هي الجملة معلوم ولا مجهول. بص بقى يا سيدي عشان تعرف هي معلوم ولا مجهول، حط بقى ايه الجملة دي في دماغك. ايه هي يا مستر؟ يعني اول حاجة تبص على المفعول وبص على الفعل. اول حاجة the lake، lake اللي هي ايه؟ البحيرة. fill يعني تملأ، البحيرة تملأ ولا تملأ؟ يا مستر البحيرة تملأ. اذا الجملة مبنية للايه؟ للمجهول. يبقى ده اول حتة. الحتة التانية مضارع ولا ماضي؟ طبعا انت كده كده عندك ايه؟ is يعني الجملة مضارع. طيب هي مفرد ولا جامع؟ ما خلاص ما ذا ليك ديت مفرد عشان كده حطيت is. طيب القاعدة بتقول ايه بقى؟ المفعول ذا ليك، verb to be، is تصريف ثالث للفعل، وطبعا فيل ده فعل منتظم، يبقى الاجابة ايه؟ مين قال يا شباب؟ هتبقى filled. ممتازين. تعال نبص على السؤال الثاني. last year السنة اللي فاتت many homes كثير من المنازل are built near the river. تعال كده واحدة واحدة معايا. ادي اول حاجة المفعول جمع، والجملة خلي بالك في الماضي. تمام؟ اذا انا محتاج ايه؟ بعد المفعول محتاج verb to be في الماضي. يبقى الار غلط فعلا، والمفترض احط ايه؟ احط وير. طب ليه ما احطش واز؟ لان احنا عندنا هنا يا جماعه جمع، والجمع بياخد معاه وير ما بياخدش واز. تمام. نمبر 3، هو واز ذس وول بينتينج باي. ذس وول يعني ايه؟ الحائط. وكلمه بنت يعني تدهن. هي الحائط بتدهن ولا تدهن؟ بتدهن يا مستر. يبقى الجمله مبنيه للمجهول. طب مضارع ولا ماضي؟ ما هي فيها وز اهي يا مستر، يبقى الكلام في الماضي، محتاج تصريف ثالث للفعل. طب التصريف الثالث للفعل ده عباره عن ايه؟ خلي بالك ان الفعل اصلا اسمه بنت. تمام، لازم يا جماعه اي فعل بشيل منه الاي ان جي خلاص ورجعه لاصله. بنت هو بقى فعل منتظم، فبحط له تصريف ثالث للفعل، يبقى painted. تمام. نمبر 4، مين بيحل معايا ومين بيحل في الشات يا جماعة؟ لازم نتنشط شوية. The news are watched by علي. هنا the news دي عبارة عن المفعول، يبقى ناقص الverb to be. يا مستر ما هو مديني verb to be هو ار، وانا عندي news اخرها اس، يعني الكلام مظبوط. اقول لك لا، اقول لك ما ينفعش، كلام ما يصحش. خلي بالك ان the news ديت كلمة دائما ايه؟ دائما مفرد. هذه الكلمة مفردة. حلو كده، طالما هي مفرد يبقى على طول ايه؟ احط إز. يبقى عرفت هي إز ليه؟ عشان قبليها كلمة نيوز، وما تجيش تقول لي الإس دي بتاعت الجمع. ده في العربي احنا بنقول عليها أخبار، ده في العربي. لكن في الإنجليش يا باشا نيوز هي كلمة مفردة. طالما كلمة مفردة يبقى تاخد فعل مفرد، يعني هتاخد ايه؟ هتاخد إز. طب حد يسألني يقول لي يا مستر ليه ما احطش واز هنا؟ طب ما هي واز للمفرد برضو. اجي اقول لك خلي بالك ان الجملة يا بابا في المضارع، فين الدليل على الماضي هنا؟ صح كده؟ واحد يقول لي يا مستر ما انا عندي كلمة واتش ده هي في الماضي. اقول لك يا ابني لا، اوعى اوعى تقول كده. هنا كلمة واتش دي يا بابا ده تصريف تالت للفعل، مش احنا القاعدة بتقول مفعول فيرب تو بي. تمام يا شباب، يبقى هنا احط از وايه وانا مطمن. خش على السؤال الخامس. تمام كده، مش عارف بقى الناس مريحه ولا ايه النظام.
عايزين الناس تحل معانا وتستفيد بكل صغيره وكبيره. تمام يا شباب، ويا ريت تبعتوا كده البث لاصحابكم وقرايبكم وجيرانكم عشان احنا نستفيد. وان شاء الله كده كده البث ده هيكون موجود بقى على القناه، يكون بقى كفيديو عادي بعد النشر بتاعنا ان شاء الله وبعد ما نخلص البث بتاعنا. تمام يا شباب، نخش على اللي بعده. نمبر 5، the beaches are cleaning. طبعا مفعول اهو، وده فيرب تو بي ناقص التصريف الثالث للفعل. اتفقنا الفعل لازم انضفه من الاي ان جي وبعد كده احط له الاي دي لانه فعل منتظم يبقى كلين. اللي بعده، some of turtles eggs، البيض بتاع السلاحف بعضها، طبعا بعض بيض السلاحف are، يبقى هنا محتاج بعديها ايه؟ ده مفعول وده فيرب تو بي، يبقى ناقص تصريف ثالث للفعل اللي هو ايه؟ اللي هو eaten. تمام يا شباب. اللي بعده، The pyramids، الأهرامات، is visited by tourists. الصوت واضح يا شباب؟ تمام. The pyramids، الأهرامات، is visited. طبعا الأهرامات دي جامعة، يبقى على طول هتاخد إيه؟ هتاخد R عشان الكلام جامع. The pyramids are visited by tourists. اللي بعديها، The email، الإيميل، is sent by Ali yesterday. الكلام في الماضي، صح كده؟ طالما الكلام في الماضي يا شباب، وهنا The email مفرد، يبقى الصح تبقى كلمة ايه؟ كلمة was. شوف الموضوع سهل ازاي، مفعول فيرب تو بي وتصريف ثالث للفعل على طول وانت مغمض. اللي بعده، many roads، كثير من الطرق، were built in our city. خلي بالك هنا ده مفعول وده فيرب تو بي ناقص التصريف الثالث للفعل، والناس الشاطرة اللي معانا مالها يا مستر؟ حافظة طبعا ان التصريف الثالث هو كلمة ايه؟ كلمة built. Who was the telephone؟ طبعا برضو نفس الحكاية، التليفون invent، اخترع ولا اخترع؟ اخترع، يبقى مبنية للمجهول، يبقى ده verb to be وده المفعول بتاعنا، بس عشان ده سؤال جبت الverb to be في الاول والمفعول ناقص تصريف ثالث للفعل والفعل ده منتظم، يبقى ساعتها روح قايل ايه؟ invented. تمام يا شباب، شوف الموضوع سهل ازاي ولذيذ، اهم حاجة سيادتك تكون بتحل معايا وبتستفيد. تعالى مع بعض بقى ناخد الجزئية الثانية في كتاب المعاصر بتاع المراجعة برضو، صفحة 37، ونشوف بقى الأسئلة الجميلة بتاعت الستودنتس بوك والورك بوك، أسئلة في غاية الأهمية. طيب يا شباب، احنا على القناة بفضل الله بنتكلم مع تالتة إعدادي، بنشرح المنهج بتاعهم، بناخد الحاجات المهمة، وفي نفس الوقت إن شاء الله على القناة بنتكلم على المدارس اللي بعد تالتة إعدادي والحاجات الجميلة والأقسام المختلفة وأحسن مدارس للبنات والمدارس التكنولوجية. هتلاقي إن شاء الله حاجات كتير أوي 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 تخص تالتة إعدادي على القناة. تمام يا شباب، فأنت بقى ركز كده معايا وابعت بقى لزمايلك واصحابك وقرايبك وجيرانك وكل الناس عشان الكل يستفيد. تمام كده يا شباب، برضو حل معايا كده في الشات اللي ظاهر، حل معايا في التعليقات، حل معايا في اي حاجة، اهم حاجة يا باشا انك تحل وتستفيد. تمام كده، تمام يا مستر. خش يا باشا على اللي بعده، اسئلة جميلة يا اولاد ويا بنات، أسئلة ممتازة في كتاب المدرسة، ودي طبعا موضع امتحانات. قال لك these habitats، طبعا هذه البيئات، مفرد ولا جمع يا كابتن من غير ما أكمل؟ يا مستر دي جمع، بس لازم تسأل نفسك بقى سؤال كمان، ما هو الجمع ده ممكن ياخد was، صح كده؟ لا صح غلط يا مستر، لا 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 ده غلط، أيوه كده، أحب الناس اللي مصحصحة. These habitats دي جمع، يبقى لمتى تاخد وير لو الكلام في الماضي، لمتى تاخد ار لو الكلام في المضارع؟ طب يا ترى هاخد دي ولا هاخد دي يا شباب؟ بص بقى كمل كده معايا، These habitats found at the top and the bottom of earth، مفيش أي دليل على الماضي، كل الجملة كده مضارع، إذا الإجابة بتاعتي هتبقى إيه؟ هتبقى R كده، انت 10 على 10 وتاخد نجمة. خش على اللي بعده، A lot of our rain forests are، يعني كثير من rain forests اللي هي الغابات الممطرة بتاعتنا، are cuts down every year، عايز اقول انها طبعا بتزال او بتقطع كل ايه؟ كل سنة. لو بصيت على الجملة دي كده هلاقي هنا R، وطبعا ده مفعول، يبقى مفعول وادي الفيرب تو بي اللي هو ار ناقص التصريف الثالث للفعل، يبقى هيبقى ايه بقى الفعل بتاعنا؟ هيبقى كات. ممتاز، كل اللي قال كات فوق الممتاز. طب يلا خش على اللي بعده،
trees were planting on the land to use for palm oil. لو بصيت كده trees مفعول وادي الفيرب to be ناقص ايه التصريف الثالث يا مستر. برافو عليك. هنعمل ايه يا ابني؟ هنشيل على طول الاي ان جي وبعد كده ده فعل منتظم يا مستر احط اي جي يبقى planted. ممتازين يا شباب. ايه اللي بعده؟ ده السؤال how was stones stones جمع يبقى هنا احط يا وير لما تنقار. لما بص على الجمله كده مش هلاقي حاجه تدل على ايه على الماضي. بس خلي بالك بقى هو لازم اللي يدل على الماضي يعني yesterday last ago in the past بس كده هما دول اللي يدلوا على الماضي او سنه قديمه. لو بصيت على الجمله اللي قدام حضرتك يا باشا هقول لك how was the stones for the pyramids carried to Giza. عايز اقول لك الاهرامات او الحجاره بتاعه الاهرامات اتشالت للجيزه ازاي. يبقى هي بتتشال دلوقتي ولا اتشالت خلاص ايام زمان بقى؟ صح كده من الاف السنين. اه يا مستر ده من زمان. يبقى الجمله المعنى بتاعها في الماضي لذلك انا هكتب هنا ايه؟ هكتب هنا وير. يبقى يا شباب اللي بيدل على الماضي مش شرط الكلمات الداله على الزمن، مش شرط ان انا الاقي مثلا فعل في الماضي يبقى خلاص الجمله في الماضي، لا ممكن يكون المعنى بتاعها زي الجمله اللي قدام حضرتك. تمام كده. نمبر 5 لونج اجو منذ فتره طويله كاميلز اللي هو طبعا الجمال are called ships of the desert. لو بصيت كده long ago اه يا مستر يبقى الكلام فين؟ الكلام في الماضي. والجمال دي مفرد ولا جمع؟ جمع يا مستر. يبقى الاجابه على طول وانت مغمض ايه؟ مغمض وير. يبقى تاخد على طول نجمه. ممتازين يا شباب. شوف بقى الموضوع سهل ازاي والاجابات جميله ازاي. اهم حاجه سيادتك يا باشا تبقى مركز. انا دلوقتي يا شباب هنفتح بقى ان شاء الله مع بعض كتاب المعاصر الشرح كده نحل منه برضو التدريبات والاسئله اللي جات في امتحانات سابقه. وما تنساش بقى الاشتراك في القناه وما تنساش تفعيل الجرس وتبعت الرابط لحبايبك وقرايبك وجيرانك عشان الكل يستفيد. ولو انت مشغول بقى هذه الفتره لو هتاخد درس ولا حاجه او مشغول لاي سبب من الاسباب سيادتك ممكن ترجع للفيديو هتلاقيه على القناه لان القناه ان شاء الله يا شباب هيبقى عليها حاجات كتيره قوي 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 لثالثه اعدادي ان شاء الله بامر الله وربنا يوفقك يا رب وكل واحد ينول اللي يتمناه. طيب تعال نكمل مع بعض. تعال نكمل مع بعض يا مستر. بص يا شباب اول حاجة اتفقنا هنبص على الجملة نشوفها معلوم ولا مجهول مضارع ولا ماضي مفرد ولا جمع. قال لك the great Egyptian museum المتحف طبعا المصري العظيم visited by many people every year. ايه الكلام في المضارع؟ تمام يبقى انا محتاج ايه؟ ده مفعول. حلو كده. حلو جدا يا مستر. جميل قوي. كله اهو واضح قدامي. يبقى ذا جريت ايجيبشن ميوزيوم ماله يا مستر؟ هيبقى ده مفرد ولا جمع؟ خلي بالك الجمله في المضارع. اذا هقول از فيزيتد. تمام. طب يا مستر اشمعنى از؟ لان الكلام كله يا شباب في المضارع وادي التصريف الثالث للفعل. طيب از ا بوبيلر جيم فوتبول بلاي باي مليونز. طبعا الكوره بتلعب ولا بتلعب؟ بتلعب. تبقى مبنيه للمجهول والكلام في المضارع يبقى برضه هنا ايه مفعول فيرب تو بي وتصريف ثالث للفعل. امشي على القاعده يحتار عدوك فيك. ماشي كده يا شباب نركز كده مع بعض وقتكم بتحل معايا. مفعول وفيرب تو بي وتصريف ثالث للفعل. طيب these areas are المناطق دي تعرف ولا تعرف؟ تعرف يا مستر. مبنيه للمجهول يبقى مفعول فيرب تو بي ناقص تصريف ثالث للفعل. حد يعرف يا شباب نو التصريف الثالث بتاعه ايه؟ التصريف الثالث نون. ممتازين. خش على اللي بعده. ذيس هابيتاتس مفرد ولا جمع؟ يا مستر دي جمع. برافو عليك. الجمله دي احنا لسه حلينها من شويه والجمله مضارع. اذا هقول ايه؟ ار وانزل بكلمه فاوند زي ما هي لانها طبعا تصريف ثالث للفعل. اللي بعده What kind of habitat is the area around the Nile Delta called? طبعا عندنا هنا ايه المفعول وعندنا الفيرب تو بي اهو وادي المفعول اهو ناقص التصريف الثالث للفعل وكلمه called فعل منتظم يبقى احط له اي دي يبقى called يعني تسمى ايه. خش على اللي بعده. Fewer magazines sell today by news agents because of the internet. عايز اقول ايه؟ مجلات اقل بتتباع طبعا في هذه الايام ليه؟ نظرا طبعا لوجود النت. لو خدت بالك ان الجمله هنا مالها؟
جمع، صح كده؟ والكلام في المضارع، يبقى الإجابة إيه؟ هتبقى آر، وتصريف تالت إيه؟ سولد. يا شباب اللي مش حافظ التصريفات بتاعة الأفعال لازم يحفظها، لأنه في الامتحان بيلعب على النقطة دي، ممكن يجيب لك أفعال غير منتظمة. يبقى المطلوب من حضرتك إن أنت تكون حافظها عشان تعرف إيه التصريف التالت بتاع هذه الإيه؟ الأفعال. تمام يا شباب؟ يبقى الكلام كده واضح، لازم تحفظ وتجتهد وتذاكر، وربنا يوفقك يا رب إن شاء الله، وكل واحد ينول اللي يتمناه. تمام كده؟ ما ننساش برضو حضرتك اللايك والشير، وتبعت بقى الفيديو لحبايبك وكل الناس عشان الكل يستفيد. تمام يا شباب؟ تمام يا مستر. تعالى بقى يا باشا نكمل الشغل بتاعنا. يلا يا شباب السؤال السابع، حل كده معايا. This national park surrounded by grasslands. خلي بالك بقى، الحديقة القومية دي عايز اقول ايه؟ تحاط، يبقى مبني للمجهول والكلام في المضارع، يبقى اقول ايه؟ هقول is، وبعد كده انزل بكلمة ايه؟ surround. تمام كده يا شباب، surrounded اهي فعل منتظم احط له اي دي. اللي بعده، hundreds of dead palm trees is grown. طبعا الكلام باين ايه؟ ان دي جمع، صح كده؟ وبعدين عندك مئات اشجار او نخيل البلح يعني، يبقى جمع على طول، فساعتها احط ايه؟ احط ار. تمام كده يا شباب، يبقى ار. تمام يا احسن شباب، بتحل معايا ولا ايه؟ انا سبت لك كده يعني برهة من الوقت زي ما بيقولوا عشان سيادتك تحل معايا وتستفيد، لازم تطبق. واي حد يا شباب ليه سؤال يتفضل يسأله، مفيش مشكلة. Our beaches are visited with thousands of tourists every مفعول، وادي الفيرب تو بي، وادي التصريف الثالث، ناقص ايه؟ باي. باي والفعل الاساسي. تمام. Why isn't جبل إلبا؟ طبعا طبعا عندنا إيز وعندنا المفعول، يبقى ناقص التصريف الثالث للفعل زي ما اتفقنا، انضف الفعل من الاي ان جي، وبعد كده احط ايه؟ وبعد كده احط اي دي، يبقى فيزيتد. اللي بعده، النايزك ليك، طبعا ده مفرد. تمام كده يا شباب، يبقى على طول ايه؟ از، والفعل سكرايب هينزل زي ما هو، مفيش مشكله انه فعل طبعا منتظم، احط له بس ايه؟ دي، يبقى از ديسكرايب، الكلام مضارع. In Australia the start of spring are celebrated. خلي بالك بقى، بداية الربيع يحتفل بها. خلي بالك البداية دي بتاعت الربيع، يبقى مفرد، يبقى احط ايه؟ احط is، لان الكلام برضو في المضارع. تمام يا شباب، الدنيا واضحة. اللي عنده اي استفسار يقول. Do you help it؟ هل انت بتساعد يوميا في الواجب بتاعك؟ يبقى خلي بالك انت مبني هنا للمجهول، يبقى مفترض مع اليو بحط قبل منها verb to be. verb to be هنا هيكون ايه؟ هيكون are. ما ينفعش طبعا احط ولا am ولا is، والكلام مضارع، يبقى are. Football stars، نجوم الكورة، خلي بالك الكلام برضو مضارع، are، لان عندي هنا football stars دي جمع، يبقى are admired. تمام كده، ده فعل طبعا منتظم، مفيش اي مشكلة خالص. اللي بعده، English is studied، لسه قايلينها بالظبط، هي ايه؟ by احمد. تمام كده، ما تنساش بقى اللايك يا هندسة. ماشي كده، خش بقى على صفحة 42 من كتاب المعاصر، دي اخر حاجة يا شباب نختم بيها النهاردة ان شاء الله، وياريت حضرتك تكون بتحل معايا. طيب، A list of new seven wonders is made in 2007. تمام كده، يبقى عندنا 2007، يبقى اتكلم في الماضي، صح كده؟ وعندنا هنا ايه بقى؟ المفعول فين؟ المفعول فين يا شباب؟ في الحتة دي كلها، فين المفعول؟ يا مستر احنا عندنا اس، يبقى الكلام في الجمع. اجي اقول لك غلط، ده هنا بقول لك ايه؟ A list يعني ايه؟ يعني قائمة من عجائب العالم السبعة الجديدة، أو من العجائب السبعة الجديدة. تمام كده، يبقى ليست قائمة، يبقى الكلام مفرد والكلام في الماضي، يبقى إيه؟ يبقى هوز. والحقيقة الجملة دي مهمة جدا، تاخد بقى عليها نجمة كده، وتخلي بالك إن هي هامة جدا جدا جدا، لأن في ناس يا شباب بينخدعوا ويقول لك هنا يا مستر في إز أو في إس، يعني الكلام يا مستر جمع. أقول له غلط، انت البداية ايه؟ باجي اقول لك قائمة لسبع عجائب جديدة،
يبقى هنا المفعول هي كلمة قائمة، تمام كده؟ طيب my house مفرد built in around 2000، لو خدت بالك كده الكلام برضو في الماضي، يبقى محتاج هنا ايه؟ verb to be اللي هو مفرد، هيبقى was built. تمام كده يا شباب، والكلام جميل وواضح وسهل. هنا طبعا مفعول these pictures were مفعول، verb to be تصريف ثالث للفعل زي ما اتفقنا كده، يبقى ايه؟ يبقى painted. تمام، كل الال painted ممتازين. That lake البحيرة اللي هناك دي 400 of years ago by a volcano. خلي بالك هنا عندنا كلمة ago اهي تدل على الماضي، يبقى this او that lake هقول ايه؟ كونت، اتكونت يعني خلاص، يبقى ساعتها هحط ايه؟ راح حاطط was، تمام كده، وتصريف ثالث للفعل اللي هو ايه؟ اللي هو formed، ده فعل منتظم يا شباب، احط له اي دي يبقى was formed. اللي بعد نمبر 5، we don't know how the stones for the pyramids carried to Giza. بيقول لك احنا ما نعرفش الحجاره بتاعه الاهرامات دي اتنقلت ازاي للجيزه، برضو الكلام في الماضي لان معنى الجمله في الماضي اهرامات او حجاره الاهرامات اتنقلت للجيزه، الكلام ده في الماضي. يبقى عندنا هنا طبعا the stones اهي جمع، يبقى ساعتها اروح قايل ايه؟ اروح قايل where، وتصريف ثالث للفعل هو راجل مدهولك، تصريف زي ما هو اقول له متشكرين، carried زي ما هي، يبقى وير كاريت. اللي بعده لونج اجو، الكلام في الماضي، كاملز مفرد ولا جامع؟ جامع يا مستر، يبقى على طول هقول ايه؟ هروح على طول قايل وير كولد، يعني كانت تسمى منذ فتره طويله سفينه الصحراء، تمام كده، هي ايه؟ هي الجمال، كانت تسمى لفتره طويله او من فتره طويله بسفينه الصحراء، تمام كده يا شباب، او سفن الصحراء، يبقى هنا جمال جامع، احط وير كولد. اللي بعده وي دونت نو when Petra did named، عايز اقول تسمى مفعول، وخلي بالك named as one of the new seven wonders of the world، بنتكلم على اثر من الاثار، مش عارفين يتسمى اسمه امتى بكلمه البتراء، تمام كده، على طول طالما الكلام في الماضي يبقى احط ايه؟ احط وز على طول لان ديت مفرد. because of last week's floods in India، بسبب بقى طبعا الفيضانات بتاعت الاسبوع اللي فات في الهند، خلي بالك الكلام ايه في الماضي اهو، a lot of houses جمع، يبقى على طول اقول where destroyed، هو راجل مديني الفعل زي الفل بس كان ناقص له ايه؟ كان ناقص له where. تمام يا شباب، خش على اللي بعده. In the last 100 years، في اخر 100 سنه، we lost more than 800 species. لو بصيت بقى على الجملة دي زي ما اقول لك كده، لازم تطبق القواعد اللي احنا قلنا عليها، هل الجملة مبنية للمعلوم ولا مبنية للمجهول؟ لو بصيت كده يا شباب الجملة اللي قدام حضرتك ديت، تمام كده، مالها يا مستر؟ بيقول لك احنا فقدنا، يبقى دي مبنية للمعلوم، تمام كده، والكلام في الماضي طبعا هكتبها على طول كلمة ايه؟ كلمة last. تمام كده يا شباب، يبقى الجملة دي مش مبنية للمجهول، دي مبنية للمعلوم. The Cairo Tower، برج القاهرة، is designed، عايز اقول خلي بالك بقى، is designed بيصمم، هو دلوقتي بيتصمم، ده تصمم خلاص برج القاهرة من زمان، يبقى الكلام في الماضي هروح قايل ايه؟ هروح قايل was designed. تمام يا شباب، اللي بعده what unusual material was، was هنا محتاج بعد منها تصريف ثالث على طول لان الجمله مبنيه للمجهول، تبقى used. اللي بعده يا شباب، اللي بعده the carriage pulled، عايز اقول العربيه، هل العربيه كانت بتسحب بواسطه الحصان في الماضي؟ يبقى الكلام في الماضي yesterday طبعا، وهنا عندنا the carriage مفرد، تمام، يبقى هنا يا شباب يسترداي والكلام مفرد، يبقى على طول هاخد كلمة ايه؟ كلمة was. A tree was planted، تمام كده، طبعا الجملة دي كانت موجودة في المعاصر وهي غلط، يعني المفترض يعني كانوا يحطوا لك هنا ايه؟ هي دي ما كانتش موجودة كده، وسيادتك طبعا هتقول was محتاج تصريف ثالث للفعل، تبقى planted. تمام يا شباب، دي كانت غلطة في كتاب المعاصر، ما فيش مشكلة. اللي بعده The first Olympic games were، طبعا هنا ده مفعول وده فيرب تو بي ناقص يا مستر تصريف ثالث للفعل، وده فعل غير منتظم هيبقى هيلد. اخر سؤال بقى يا شباب كده، ربنا يوفقكم، هسيبه لكم انتوا بقى تحلوه في التعليقات او في الشات، ربنا يوفقكم يا رب ان شاء الله، وكل واحد ينول اللي يتمناه.
في هذا الدرس او هذه الحركه احنا اتكلمنا على المبني للمجهول، وقلنا يا جماعه اهم حاجه القاعده العامه في المبني للمجهول بقول ايه؟ مفعول فيرب تو بي، تصريف ثالث للفعل، مفعول ام از ار لو كانت الجمله في المضارع، مفعول ووز وير لو كانت الجمله في الماضي. بختار الام او الايز او الار او الووز او الوير على حسب الايه يا شباب؟ على حسب المفعول. يبقى انت لازم تاخد بالك وتسال نفسك ثلاث اسئله مهمين قبل ما تحل اي حاجه. هل الجمله اللي قدام مني معلوم ولا مجهول؟ هل الجمله اللي قدام مني مضارع ولا ماضي؟ هل الجمله اللي قدام مني مفرد ولا جمع؟ عشان تعرف تحل وتبقى واثق الخطوات وانت ماشي وانت بتحل، وحلك كمان 10 على 10. ربنا يوفقكم يا شباب. عجبك الفيديو ما ننساش بقى اللايك والشير، ولو اول مره حضرتك تشاهد فيها القناه شرفني بالاشتراك، وما ننساش تفعيل الجرس عشان ان شاء الله يجي لك كل جديد، وتشير الفيديو عشان غيرك يستفيد. تمام يا شباب؟ يعني احنا معانا وسام ومعانا ناس كتيرة مشرفانا، يمكن في ناس دخلت متأخرة شوية. أتمنى يا شباب إن شاء الله التفاعل بتاع حضراتكم مهم جدا. يعني إن شاء الله احنا معادنا يوم الجمعة الجاية إن شاء الله الساعة 8 بأمر الله. تمام كده؟ لو حد حابب يسأل في أي حاجة احنا شرحناها مفيش مشكلة. لو سيادتك حابب تسأل في أي سؤال يخص اللغة الإنجليزية تمام في المنهج بتاعنا إن شاء الله برضو مفيش مشكلة. المرة الجاية إن شاء الله هنراجع مع بعض الوحدة الثامنة يونت 8. طبعا هنشوف برضو التكات والحركات بتاعته. أهم حاجة يا شباب نلتزم، وياريت نقول للناس وحبايبنا وقريبنا وجيراننا، لأن كل ما الاقي إن شاء الله تفاعل هيبقى ان شاء الله ده بيديني حافز ان انا اعمل بث مباشر وبنذاكر مع بعض. اعتبرها كده يعني ساعة مذاكرة على الهوى بنراجع فيها الوحدات بتاعتنا. النهاردة راجعنا الوحدة 7، كنا عايزين نراجع الوحدة 8 بس طبعا عشان ما نكترش على حضراتكم راجعنا الوحدة 7، وان شاء الله المرة الجاية هنراجع الوحدة 8 يا شباب. ربنا يوفقكم. كل الناس اللي شاهدت البث يعني نورتني وشرفتني. تمام كده؟ وقول لي وسام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وربنا يوفقك يا شباب. كان معكم مستر أحمد، وانتظروني إن شاء الله في البث القادم الجمعة القادم إن شاء الله، وكل عام وحضراتكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.